الحقيقة الوضع الموجود في ليبيا معروف للجميع، ولكن نحن أيضا في تونس نعي جيدا التركيبة الاجتماعية والسياسية في البلد الشقيق ليبيا، ونعي جيدا أنه كل الأخطار اللي تحدق بالأخوة الليبيين سنقوم معهم من أجل تجاوزها، وأنه معلوم موقف تونس في هذا الأمر. الأمر هو ليبي، وقدرما ننقص من التدخلات الأجنبية قدرما يكون التوصل إلى الحلول أسرع.